تسع دقايق يفصلونا عن نهاية هذا اللقاء، ودي واحدة عرضية أهلاوية، هوبا الكورة، هوبا اللعبة، جول أهلاوي، جول للنادي الأهلي. القناص مؤمن زكريا يتقدم للنادي الأهلي قبل انتهاء اللقاء بثمان دقايق. تسلم رجليك يا مؤمن، ولعت اللقاء يا مؤمن، هتقلب شكل اللقاء تماما. هنشوف انبي هيعمل ايه، هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه. قدر ينطلق ويخترق مؤمن زكريا عشان يستعيد زمام الامور مره تانية للاهلاويه، ويتعادل النادي الاهلي في الدقيقه 82 من عمر اللقاء، دقيقه 37 من عمر الشوط الثاني. هدف لمؤمن زكريا، هدف التعادل للنادي الاهلي، تصبح النتيجه 1-1 وتعود المباراة لبدايتها. شوفوا حضراتكم العرضية، ادي الانطلاق، ادي الاختراق، ادي التسديد، ادي التهديف. الله عليك، تسلم رجليك، تسلم رجليك يا مؤمن يا زكريا. هدف تعادل، يدي للقاء بقى شكل تاني خالص، يدي للقاء طعم تاني خالص، ترجع المباراة لبدايتها، يستعيد النادي الاهلي توازنه، يستعيد النادي الاهلي ثقته بنفسه، ترتفع معنويات لاعبته، يقدر بقى نشوف النادي الاهلي يعمل ايه مع فريق انبي متقدم من الدقيقه 29، فريق انبي للدقيقه 37، 29 في الشوط الاول لحد الدقيقه 37 من الشوط الثاني.